السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح ومساء الخير بتوقيتكم. اليوم عندي العاملة، الحمد لله وصلنا ببيتنا بالسلامة، فجمعت نبتاتي هنا. قلت ما دام هي تنظف برش النبتات وأكسر لي الخربان، بس الحمد لله يعني ما شاء الله ما تغيروا. بشرب الكرك حكي وبخلي نبتاتي كذا تجف شوي، وبعدين بوسح ان شاء الله. بس اول شيء بسوي كلين للطاولات وانظفهم، بعدين عاد ان شاء الله كل شيء نرجع مكانه. ابي العاملة تمسح لي الجدران، بحط اي مطهر عشان الجدار يمسك. ابي تركيز المطهر قوي، احط هالطريقة وحط الحين احط عليها موية خليها تمسح الجدران كلها. طبعا العاملة عندي تغسل، الله يكرمكم دار سمية، كنست وقلت لها لسه بمسح المطبخ انا وانظفه وبعدين اخليك تجين. بستخدم بنات انا المنظف، بعد ما نظفت الاسطح بستخدم روبي هذا حق الخشب، يجنن صراحة للطاولات الخشب، يعطي طبقة مرة حلوة، بوريكم اياها. طبعا اتوقع انكم انا اخذ من محلات ابو 5، يعطيها طبقة كأنها طبقة زيتية. استخدمه على الدواليب، احسه يلمع لي الدواليب من فوق، فيلا نمسحه ونرجع لكم ان شاء الله.
وبعد ما خلصت كل شغلي جاء وقت قهوتي، سويت لي كذا كوب قهوة باردة. طبعا أنا مو من عشاق البلاك صراحة، بس بعد الأثيوبية أدمنت عليها. طبعا القهوة هذه موجودة عندنا في المتجر، مرة لذيذة، والحمد لله كل اللي يطلبونها يرجعون يتشكروني، فالحمد لله. يعني من المنتجات اللي مرة حلوة، موجودة الآن بالمتجر بكمية، وأيضا توفرت بنات القهوة السعودية بكمية كبيرة، موجودات الآن في المتجر. اللي حابة تطلب بحط لكم كل الروابط تحت في صندوق الوصف. وبعد ما خلصنا كذا نشوف ايش اللي واصلنا من ميمة بلانر. واصلني منها منتجات للمدارس، صراحة مرة حلوة وافكار مرة جديدة. اول شي وصلني اللي هو التقويم الدراسي، برضو وصلني بعد اللي هو وصلتني استيكرات، هذه عبارات تشجيعية للطلاب، حبيت الفكرة. وتجي تقريبا 3 حبات داخل الكيس. وبرضو وصلني الجدول هذا اللي وقعت في غرامه حق وجبات اللانش بوكس، ان شاء الله بصوره معاكم في الايام الجايه. وصلني بعد عندهم اللي هو الدفاتر المطبوع عليها اسم الطالبه واسم الماده. حبيت انكم ترسلون انتم التصميم اللي انتم حابين، اي شخصيه يحبونها عيالكم ويطبعونها لكم، ويطبعون اسم الطالبه واسم الماده. فالفكره جدا حلوه ويعني مميزة صراحة. أسعار قرطاسية ميمي بلانر صراحة حلوة، وبرضو يوصلكم البوكس مرتب وكود خصمي يخصم لكم أكثر. اللي حابة تطلب بحط لكم رابط الموقع تحت، يمديكم تطلبون وتوصلكم إن شاء الله بإذن الله قبل نهاية الأسبوع. وهذا التقويم الدراسي بعد ما فتحت لكم، صراحة مرة حلو للمكاتب، في كل التقويم الهجري والميلادي. القماش ما شاء الله رائع صراحة، فيها جيوب جانبية، وهذا سفنج الظهر بس مرة حلو صراحة. وطلبت لهم بيجامات، أبيهم بعد ما ياخذون شاور كذا يلبسون بيجاماتهم ويتحمسون للمدارس أكثر. طلبت البنت البيجامة هذه بينك حقت ميكي ماوس، حلوة صراحة، وتقريبا مو بقطن 100%، ولسه ما غسلتها بس شك نوعيتها ان شاء الله حلوة. سعرها كان مرة رخيص عليها عرض فطلبتها لها، تجي كم طويل. انا احب دايما البيجامات صراحة كم طويل عشان لما ينامون عند التكييف ما يكون بارد عليهم. عروض فرستك راي مرة قوية صراحة الفترة هذه، فحاولت اني استغلها واطلب. يعني كل اغراض عيالي حقت المدارس كلها وصلتني منهم، اسعارهم مرة حلوة، خصوصا اللانش بوكس والأشياء هذه كلها طلبتها منهم، صورتها معاكم من قبل، حتى شنطة ولدي طلبتها منهم. برضو هذه البيجامة حقت ولدي مرة حبيتها، أنيقة أنيقة مرة، وقماشها أفضل من قماش بيجامة بنتي. مو أول مرة أخذ من عندهم بيجامات، ما شاء الله منزلين ماركات مرة كثيرة، ماركة بولو، ماركة سكتشار يعني، وأديداس وبولو، كل الماركات توفرت عندهم ما شاء الله، وعروضهم صايرة مرة قوية. دائما استغل العروض إذا نزلت. وخدت التيشيرت هذا بعد من عندهم، نوعيته مرة حلوة،
تقريبا سعره، والله اني ناسي بنات، بس بحط لكم ارقام روابط القطع تحت في صندوق الوصف عشان اللي حابة تطلب منهم. ونقول لكم يا صباح الخير من أول يوم دراسي العام الجديد، يا رب يجعلها بداية خير وسعادة لنا ولكم يا رب. هذا اللانش بوكس اللي طلبته من فرست كراي، روعة صراحة بنات، جودته جدا ممتازة. وتقريبا كل اللانش بوكس حقاتي من عندهم جودتهم مرة حلو. يا صباح الخير، بحط لعيالي اليوم فطور أول يوم دوام، شريت لهم العصير هذا صراحة مرة حلو، ما في سكر أبد. شوف السكريات، سكريات صفر، فبحط لهم بعد معاها اللي هي بحط لهم من الكراكرز مرة لذيذ، يجي بحبوب الكينوا والشيا، تلقونه بالمحلات اللي تبيع أشياء صحية أو تلقونه بنات بنينجا أنا آخذه منهم. وبحط لهم بعد نوع من أنواع الجبنة، هذه مرة لذيذة ويحبونها العيال. اليوم صراحة متأخرة فبسوي لهم توست باللبنة أو الجبنة، فبستخدم لهم القطاعة هذه اللي هي قطاعة الفراشة، أخذتها من العام عندي من موقع فرست كراي، صراحة بطلة وتقطيعها مرة حلو. وبس حطيت لهم هذا فطورهم وعليهم بالعافية، ما يبون عصير حطيت لهم حليب. بعد ما راحوا عيالي قعدت كذا أرتب الأغراض حقت المدارس. طلبت لعيالي الحليب، أحب أعطيهم الصباح يشربونه لأنهم ما يحبون يفطرون بالبيت، فبحط لهم بالثلاجة يبرد. ما فيهم إياه إن شاء الله كل يوم. استخدم هذا السناك، فيه شوكولاتة داكنة وشوكولاتة الحليب، عيالي يحط لهم هذا وأنا أخذ من هذا. مرة حلو بنات الكعك الأرز، يجي فيه كعك الأرز، يجي مرة حلو، أحسه صراحة مرة مفيد،
خصوصا للأطفال، يعني كله حبوب، تعرفون الأطفال ما يأكلونه. وصورت لكم هذا اليوم الصباح، أحب أستخدمه لعيالي بسناكاتهم، شيء صحي وشيء مفيد. طبعا الكيك هذا أكيد مو صحي، بس تعرفون لازم نحط لهم شيء هم يفضلونه، فيلا مو مشكلة برتبهم. برضو اللي أستخدم لهم أحب أحط لهم من الأجبان هذه، اليوم صورتها معاكم، حطيتها باللانش بوكس، أحطها لهم يعني كتغيير. هذا شوكولاتة دارك حلو بنات نسبة 95%، فبحطه هنا. يبغى أحط لهم منه قطعة أو أنا أتكهوى عليهم. والحين بكتب الوجبات اللي راح أسويها خلال هالأسبوع، بفرزل لهم أشياء، بجهز أشياء مثل تمر الطاقة، طبعا بشوف إيش اللي يبونه أكتبهم هنا. أكثر أكلات يحبونها اللي هو وافل، الموز بالشوفان، وبرضو بسوي لهم جرانولا وكرات الطاقة. فما أدري صراحة إيش اللي بسوي الأشياء الثانية نسيتهم، بس بحاول أكتبهم وأصور معاكم وأشارككم. أكيد أنا أكيد تبي تسألوني عن المفكرة هذه، هذه أخذتها من ميمة بلانر، مصورتها معاكم من المشتريات، حلوة صراحة، وأحسها تخليني ما أفكر، وأنا أحب الأشياء اللي منظمة وتساعدني على التنظيم. بكتب لهم الوجبات اللي أنا أبيها وأحطها على الثلاجة وقت ما أحتاجها أسويها لهم، كذا يوفر علي وقت ويعطيني خيارات أكثر. يعني أحيانا تجي الوحدة ما لها خلق ولا ما تدري شو تسوي، بس مع هالمفكرة بإذن الله بتساعدنا، وخصوصا لما أسوي تجهيزات مسبقة، وأنا دائما أحب صراحة أسوي تجهيزات المسبقة خصوصا للفطور. أحيانا يصير لا سمح الله نكون متأخرين، أحيانا لا سمح الله أكون تعبانة، فيصير في شيء جاهز وأحطه لهم. يلا بنشوف عاد وش اللي بكتبه وبسجلهم، وبشوف باقي الأشياء إذا قالوا ليهم إيش اللي يبونه. اليوم صراحة كان فطور على السريع، فما حطيت لهم يعني ما عطيتهم أي خيارات، سويت اللي موجود، وبعدين إن شاء الله نشوف الأشياء اللي هم حابين أسويها لهم. بسوي لي فطور شيء يعني سريع، حطيته بالتوستر، التوست بحمصها زيادة. بنات اللي ما جربت الميرامية الأردنية لا تفوتها، صدق صدق من الأشياء اللي مرة تجنن، تخليني أحب الشاهي كثير. أموت بعد بالزيتون هذا الذي بشكل مو طبيعي، فما عندي ساورد صراحة، مع ساورد وقلب، بس يلا مو مشكلة، بستخدمه مع التوست البر، وإن شاء الله بإذن الله اليوم بسوي ساورده. اليوم ما كان عندي يعني ذاك الروتين، لأن البيت عندي نظيف الحمد لله، بس مجرد كان عندي غسيل وترتيب الملابس. إن شاء الله بإذن الله بكرة راح يكون يوم تجهيز مسبق للوجبات، فإن شاء الله بإذن الله بشارككم بفيديو يكون متكامل عشان تستفيدون منه. ونقول لكم بكذا فمان الله، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. مع السلامة.